أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين. أما بعد، وكمكي إخوائي قورا أجين درسي سدو سيوشوار لإدامة تدريس الفقه المنهجي لسر كتاب الحج جلد أول الله بريسي سدو حفتاو شوار حكمة الحج والعمرة لدرسك قبل أو حديثك وتمت ما شائكم حكمها ودليلهما أنت ما شاء الله نخوان دوا أي تمام أين وين حكمة خو وتم حديثيك يلي دخلت العمرة في الحج مرتين أو واقعا يسج نمزاني ارتباطي تجيبه كالي حاورد بوي بوي كإثبات كيكرت حج فرزة عمرة وحج فرزة نزان تري إنك يشوفوا فكره كي كوتايش من السركر دوت ما شاء كان مرجعك إيش من السركر خو لقد شرع الله لعباده الشرائع وفصل لهم الأحكام تحقيقا لمصالحهم العاجلة والآجلة في الدين والدنيا. حكمة حج عمره فوائد كان حج عمره أفرمي بتأكيد خوي قوراء وبندكاني خوي شرائع كي تشريع كردوا وفصل لهم الأحكام أحكام كي تفصيل داقوا شرح داقوا بوشي تحقيقا وكبلي مفعول لأجله يعني بو تحقيقي مصالحيا كمصالح عاجلة يا عاجلة كلا دين كلا دنيا دا بلام شيب كين كبشر متأسفانا قانوني خواي قوري خستو تكنارو وقورتري المصيبة جامعي بشري حاكم نبوني قانوني خواي قورس براستي يعني أوسا مسلماناني هر كامي كانوا بنوعي لسر أم موضوعك سال هاي سالة مسلماناني لدور خراوتو بوي أكوشن بلام فريب اشتباه فريب صحيح بارحال هموي متفقين لسر اويك نبوني حكمي خواي قورا لجامعيك جامعة فاسدك شوك فقط خواي قورا زعقادار لسر مصالح عاجل وآجل دين ودنيا إنسانك. قرآن كريم إشاري كردو كاتيك وذكري حجك بوجود منفعت هايك بمردم مصالحت هايك مصلحت هايك. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كبحث حجاء فرمي تا أو خلك منافعك خويان كهي للا أنا حاضر بن يعني حضور بيابك لمنافعانك أنا منافعك أنا نسيبت وهمشنين ناوي خواي قورب ببن لچند روجي كي معلومة لسر اوي وارسقي بيداون لبهيمة الانعام وشتربي مربي قابت او انبت كزبحي اكانو بعنوان هديو قرباني خواي قرفين فكلوا منها ديليا بخون واطعموا البائس الفقيرة حتما وبدن بكي تعوك وتعاميك بدن ببائس بائس يعني شديد الفقر يعني الذي اصابه بؤس وشدة كسي كوالا شدتي فقيري دوشاري نوع تنجيو شدت بوا هل سرم آية سا كوم الله لزانان أفرمون حتما واجبة بشي لقرواني بدريتا كسي كوا فقير بي حتما تبقي معي تا يا أو بشاكي تريجي فكلو إجن مثلا كسي وكو ابن حزم رحمتي خواهي لبي لسر وسالي حتي كيكي جي واشي لي بخواه واجبة فكلو فايقول أمري كله اللهم للاي ما باقي زنانا وكو استحبابه جينيك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية إنها منافع الدنيا والآخرة منافع الدنيا وآخرته أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. الآن خلقك قديم شواب حج يا إساء الرواء يا مثلا إنه هم مردمي أو شونا منفعتي في أجيت هم خلق كيجة واني بروا لوشتي بيرشتي بإنكا. وفي الحقيقة لو أردنا تفصيل كلام ابن عباس وتعداد المنافع الدينية
والدنيوية التي أشار إليها لتحصل لنا كثير من هذه المنافع فمن هذه المنافع. الله أبي حقيقة قرأك ما به تفصيل كلامك ابن عباس بينه تعداد يعني شمارشي بجمار بيرينو يجيك ذكريان كي منافع ديني ودنيائية كي ابن عباس إشارة بكرد وك بو إما حاصل أون كي إشارة بكردون حاصل أبو من منافع كي زور مثل أولا اجتماع المسلمين أول دانا لمنافع كان وشاهد يكي لقورتين منفعت كان وشاهد يكي لقورتين نعمت كان كمتأسفانا مسلمان نساء لقل يقنين وبعرحال كيشة ونزاع واختلافات وتفرقها وطلع كان ليك دور وهو بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام بيتان بلهم الحالقة شيء حالقة يعني وكوا أتاشي وبيتان بلهم يرسل فرمي منزور حالقة تاشيني نازان مهين يقنية تاشيني إيمان منزورة أوسا بينتان كيشة ونزاع بيت إيمان كانتان ضعيفة بعضه كينا لدلا كانتان أبي كمتأسفانا دجمني الدين والشيطان خاص توانيوتي أكاربك إتا أسبابي متعددة شيئس بعض شوين أز أسباب كان أسبابي كي شرعين يا حقيقين يا بحرحال أسبابي كي مقبول بعض كي شينا ولا أسبابي كي نامقبولة مثلا توابين يكرت فرقي كي بدعي ظال مظل وكل تاريخ إسلام زور بون سرهل تيرتو رؤوسي بدعت خريكا دين منحرفة كان لبيني مجموع علماء مجبورون بيجن رامان اشتباز اما انحراف نتيجة لوان دسي لمان دسي كيني دروز ابي لبيني خلقا فلان بعض كيني لا جرمة يعني ناتواني وكو صحابة كيني وكو بيغمري خواه عليه السلام كيني كفار يعني لدلابو وقرآن فرمي براءتي كفار براءة لكفار يعني قين لكفار لرحال بعض او اينا ولي وقتك مسلمانان أعجاه نبون لسر مسائلاني اختلافي بلا عزيز كان مهيو أيها الناس وكو كابرالي يا أيها المسلمون والله بعض مسائلني أوني اختلافاتي لسر دروس بي وقرمو قالي لسر دروس بي وكيني لسر دروس بي ما مسائلي اختلافين لتشارشو بمسائلي اجتهادي كخدي شريعة إسلام ريبي داو أم اختلافي نظرات دروس بي والله أقر شو درو لتشارشي وكت شو درو وقاية حد يكوا كفر وتكفير أو أنا أو خطرناك هنا أو مسائل أنا يسمى زي كي أكو بندى فقير يقول أبالي تاون بار ذكرهم كردون كمتأسفانة بسبب ضعف نبوني علم لمن تقع لبين جوانا كان لبين مرد مكان إحساسه كان شيء جديد وهاول لحالك هاي شيء كمان نهاول الجزء أو تو معنى أجر تو تعيس وادزاني ومثلا وادزاني ومثلا أغا تلقيني ميت فرزن بدعتك وحرامك وكاركي قمراهانس باب زاني بابا والله جماهيري علماء لسره وبلغي لسره وصو 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 تو كردت كردت نو كرد حيش حقيك النبا مسلماني بلا أمثالي أمانة كمتاسفانة بسابي عدم آقاهي وعدم علم أو اجتماعي مسلمانان تي قدري حتشيش تو هاواركي أولينا بدعت إحياءكاتو كابرا بس واقعا سعي كردن بو مسلمانان جموكي اتحادي بيني مسلمانان وحدتي بيني مسلمانان كاريك فرق ورز إسا كابرالي تخوتو خريك بويتو خريكي تفرقا أخي آيا من نفري وكو بنده تفرقا أخم أولا اتحادي إمكاني نيا زمانك مسلمانان يكتر تكفيرك زمانك مسلمان بيكترجن كافر مرتد مشرك دي كسي كتوب كافر ومرتد ومشرك زاني اتحادي جي أو جيتو كافري واجب كافر مرتد رقد اللي بي اتحادي جي دائما خريكين ألين ألين أما سائلانيك خلقاني بحسي أنا كانوا إشاري أن كانوا لسر إيمان وردن فما مر زوريكي داخلي كفر وشرنا بأمانا غلط يقيون مسلمانا اتحاد وحدتان أو أدرس بيتو كمت أسمان الله متفرق إيجادك بس يقين تانها بي إن شاء الله أو مسائلانيك من لبابي توصلوا مسائلانيك ومترحم كردو حر لسر أم هدف سر الأخوة دعوة كارم إن شاء الله بركتي تبقى هداية مانبار روشن مامكاتو أقادار مامكاتو زانان وعلماء خاتو بيني مسلمانان بس اجتماع مسلمانان أولين حكمتك اللي حكمتك هاني حج اعلم أن مبنى هذا الدين على الاجتماع والتآلف بين المسلمين بزانة زيربناي أم دينة زيربناي أم دينة لسر اجتماع ألفته براهتية لبيني مسلمانان فلذلك جعل الله تعالى معظم عباداته المشروعة سبيلا لأنوان
ألوان من التلاقي فيما بينهم. أبام سابسك أخوة تبارك وتعالى أكثر يا بيشتري عبادات مشروع كاني بعنوان الرقاية بو قيشتن بنوع هاي لتلاقي بيقيشتني مسلمان ويكودانيشتن يعني ألفتيان جعل لهم لقاء يتكرر كل يوم 5 مرات على مستوى الحي الواحد من البلدة. ملاقاتي كيبو دانياون كهالروج بان جار تكرار بيتو لسر مستواي حي كوشة كولان محليق لشاركة. وشرع لتنظيم ذلك صلاة الجماعة. فزنيجي جماعتي كلا أساسي ترين كان يمسات وقت أمبرا مسلمان تهر روجة بانش كرد بغانا يكو نيجي صلاب كان ويكو دانيشن حبتو برايتي جامعي كدروز بس ما شاء أنواعي اشتكان قطع بوا برجراوة حل الران وكو أمروك شتكم خوندو نسيبوي قوشي بانغا دا راديو بانغا دا تلوزيون بانغا دا لابتاب بانغا جي نزانم بلونغو بانغا جي بلا منوش كرنية دليلي چيه شو قلبك غافلة قلبك اشتكي ترياتيا قديم لك دهاتي كاياك بانغو تراوة قشت يوم اللي تنوجي كرتوه خب أمن وجه جماعة وجعل لهم لقاء آخر يتكرر في كل أسبوع مرة جاي صدقتك هل نوجه جماعتك ودسي في كردوة ما صلم ببهانا هاي وهي خلقان نار جماعة جماعات أبو خوي أنا صوتي أنا جمعه جماعات ساقط بوه أما جماعات أبو خوي أم إني جياب وصولينا جماعاتي كتير أولا أم الله مبتدع أم الله كافر أم الله فلانا أمامه جماعاتي كتير أبو خوي عزلة نشين ونجي جمعة كان حر عيني شد سلمانان بردوام بتنسيلي ها دقتك يك نكتة تام بإشارب عالمك إخواني بو جماعتي إخوان تقل يعني فكرك إخوان بو بناو شيخ طه جابر العلواني طه جابر العلواني أم بيولا أمريكا بو فوتي كر تازة فوتي كر أخوة رحمتك أرائك هن من شخص انتك أنا موافقني مثلا مرتدنا كجريتو أبي ميراسي تراسي حديثي وفقه إسلامي دوباره بعض نقري بكريتهم أسبابي تندروي إلي درشيتو مانا لما تكي أم إن أنا موافقني ولي أبي بزاني أم عالم بوام قصاكا عدمي دركي صحيح لأم مسائل أنا بتانسيلي تفرقة بردوام على بيني مسلمان أنا بتانسيلي تفرقة يعني بردوام أولا نماني مذهب هر کس بو خو قصه کردن آزادونی هر کس بو خو به صاحب رائب زانی له مسائل کانه او سب راحتی پتانسیلی تیک تیک بونی مسلمانانی برنامات یا پتانسیلی وک کوم سوند صلات کی ته دم مسلمانی تر بو کوجی امه شو اقن چاریز وی او عالم بو خو گه یو بوینه ک بین امه بکین شخص وکومن بیلی کروت ول حد کابینیو تی بل یک له اسباب اساسی تندروی له دوران معاصری ما منهج و قراءتک ک نجدیکان له مسائل شرك و توحید کردو یانو نوع فکری کی تندو غالی ان خصنا مسلمانانو تکفیر و بدعت و اهلی یک کیتر به نوعی کیتر فاستماشاک اسلام داوای اجتماعک استماع اسلام داوای و یکبونی مسلمانانک چا و یکبونک یی شی و دکی گشتی مسلمانانا بی نک خود جا کیتو بلی دیباش اجتماع یعنی جماعت یک بین بو خمان ده نفر اتو خمان جاب کینو لمردم نه گشتی مسلمانان وقتی کیج بحثی معرکه اسلام و کفره هیچ کس شکی کینی انا نگر روسیه هجوم تیری بو بلادی کی اسلامی روسیه دولتی کی ملحدی تاثیر استخان کافره لچیب کین کی لولا مسلمانان خویان بو خویان چی اما الله تو هر مبتدعی تکی من انا بیت شرقی اما تو هر کافری او یجتو کینی بین خویانا شر خویانا کنو او اجتماع شاکا بلم وقت الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام بحثي زماني أكا كمسلمان بيروز أون بحيجنا وجزنا بمسلمان ذكريناك أفرمي مسلمان شركا تكي روما طبعا مسلمان إتنا ذكرك أما فلان فكريبو فلان فيسا أما ننية ولمتأسفانا أمرو حتى أميشاد جهدي قر أما إحياءها بابزان إحيائي سنجينة إحياء سخت إحياء يقنع شيء تغييري فكري رايش فكري كي تربيري إذا فكرها ورنا ممكن فكري كي بدعيبه ممكن فكري كي صحيحه عميش الزماني قرأك الزمان شون أفرادك صالها لسر فكري بون لسر بيرو باور بون اتعادت يعني سخت ليف كان رنو الآن زور للمفكرين زور لصاحب النظران لزر أو ديدقان كمثلا مشركين قريش حج كنا نفع زرركي زرركي أن لبتكان يان دعوانا أكرت وين زين فقط واستاهك يعني كنا أم فكرة قمرها اشتباها
وشن رسوخي كرلا حتى لنا منظرين وفكرين وجعل لهم لقاء أوها أبيني نيجي جمعيش تيك درياغا وخلق كان يركسي بوخوي أولا حكومتها دسيان تير بردوا لمن بريك أشي بحسي ذكر الله بيت ذكر الله كي خالص بيت زوري كي بوتا حكومة خطبة هاي سياسي وخطبة هاي كدولة كان غيركيان أو سبراسي أنواع دس كوت كار كمسلمان ليك تدورو كوتن لحالك خطبة جمعة خطبة جمعة مشكلة كيني بحسي مسائل سياسي كا يوكو إنساني كي آزاد يوكو عالمي كي آزاد نكس تشتكي بي ديكتكرا بيت فرمو أمبلي كاريش ماني إيسا خو مرحله هر بلاده که دولت فرزکار لسر اینک خطیب کان و آنج مجبور بن بحثی آنها که این سگونه باریه توان باری آن فرق نکه بحثی آنها بحثی او که متاسفانه اسباب عدیده هست که امی این کدوم پس شرع لتنظیم ذلك صلاة الجمعة حفته کیش کرته مسلمانان بچن لایک و جعل لهم لقاء آخر يتكرر في كل عام مرة ملاقاتك تري جهاني شيدان ياغا خواه تبارو تعالى كهمو ساليك جاريك على مستوى البقاع الإسلامية كلها لمستواكي اجتماعكيان هموي سرزميناي إسلامية وشرع لتنظيم ذلك الحج إلى بيته الحرام كعتا يسا هزان دولة السعودي بناو مثلا بناوي ترتيبي كاري حجاج جيانا كاتو نايلي مثلا إيراني برواتنا وعرب عرب مس عربيتنا وإيراني كم يجار خوي نوع دسيسز لأصلا ما قلت له شو نانا بجان بيك ينات جيال ليك لأصلا أما بو وسم سلمان ويكو دانيش ويكو مشكلات يكتر بيكتر ببيسينن مسائل دنيا إسلام لبي بيجين لا يجي يعني يجنوع اجتماعي كسالاني مسلمان أنا بو حل مشكلاتي يعني حتى ثانيا إحياء حقيقة الأخوة الإسلامية وإبرازها بشكل محسوس بحيث لا تؤثر عليها حواجز اللغات وتباعد البلدان زندو كرنوي حقيقة برايتي إسلامي ودرخسنوي وإظهار إبرازي بشكل محسوس بنحوك حيجون موانع اللغات بزوانا كان فرقا يا دوري شاركان ولا تكان بين نخا وخير وسيلة لإحيائها تلاقيهم حول بيت الله العتيق وباشتن وسيله يجبو زندو كرني اما قيشتنيان بيكلا نزيق قيشتنيان لحول بيت الله العتيق مالكونا كي خواي قورا يعني قديمي يلهجون يا اتواني بيجبا ارزشي عتيق يلهجون بدعاء واحد لرب واحد باتجاه واحد همو ينكبنوا لبي بيكزوان همو ينك دعاء واحد كانوا يك اتجاهي جان بيك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره ثالثا شد المسلمين جميعا مهما تباعدت ديارهم إلى محور مكة المكرمة مكرمة التي هي مشرق الإسلام في الأرض شد يعني مسافرة همو مسلمان وبارو بن بيشان دنيا بو لهموش وينك همو يعني بقشتي هرچند دور بيت دياريان بو محور مكة يعني همو يعني بن بو أشوينة كمشرق إسلام لسرزمينا والتي منها انبثق نور التوحيد إلى أقطار العالم أويك هل لبي نوري توحيد منبثق بو بلاو بو تواوي سرزمين كان عالم منتشر بو لتكون رمز وحدتهم وتجسيد مبدئهم تا رمز وحدتيان بي وتجسيد مبدئيان بي يعني شي مبدأكيان يعني هدفكيان دوبارة لنوة شي بيتو لنوة قالب بقريتو لنوة خوي نشان با ورابعا هو مظهر من مظاهر المساواة بين المسلمين نشانيك ومظهرك لمظاهر مساواة بين مسلماننا تسقط فيه سائر الاعتبارات التي تميز الناس وتحملهم على التفاخر في الملبس والمسكن آلوها مشت ساقط أبي سائر اعتباراتك مردم ليك جاءكاتو هل يعني أن يتفاخر كان لسر يكتل لباس ولمسكن ولمكانة همو يروى همو يشي ليك لباسا بن سريبتي أو شوازك بيني معنا ففي عرفات ومثلها في منى وعند رمي الجمار وفي الطواف يكاد يضيع الغني ولا يعرف الفقير ويكاد يضيع الغني ولا يعرف الفقير مثلا لعرفات لمينادا لكاتي رمي جمارا لتوافا نزيك أصلا
غني لبين بروا حج غني نميني بيجي من غني مليرا غني غني نميني وهروها فقير جب فقيرين ناسريت لبي حج نفقير ناسري لبي لغني يكمزان ويستوي السيد والمسود والخادم والمخدوم سيد جيرداس خادم خدمة جزار همو يكمزان ابن وتغمر الجميع روحانية واحدة همو يان يجنو روحانيتك واحدة أجريت دانا بوجينت وهي نشوة القرب من الله والتطلع لرضاه أو يشتي النشوة يعني قشبون سرحالبون شادبوني نزديكون با الله وخد خسنوا لعرزي كسب رزاية الله تعالى إنه مظهر رائع يذكر بالمبدأ حين يخرج الناس من بطون أمهاتهم سواء نشانيك مظهرك زور زور بأرزشة برخاته لذهني مردمة أو مبدأ أوليك هميا لسكي داك أنا باروتي هتندرو هش فرقك يانبو لا مزية لأحد على غيره هج كام هج مزيته كانبو كل كما يذكر بالمعادي حين يقوم الناس لرب العباد حفاة عراة لا أحساب ولا أنساب هروكو بيري معادي جخاتو يعني أو شونيك دوبارا إنسان زندوا بيتو مردم هلا سينوبو پروردگاري بندكان حفاة روت چي بابتي عراة روت لا أحساب ولا أنساب در درجة أول لبي ننسب در دخوا نتفاخر ببدرو قوز بدران أحساب يعني فخر وشانازي كردن باو بابير فخر وشانازي باو بابير نسب يش نسب من شيخ زالم يا من پیغمبر زالم يا لا والله أم بكلك ناي أجر عملي خوت نجاتي داي أو كات حسب نسب يش دخيل بي كوچون كابراي زيشون نصع الآن كسيكوا لبن مالي پیغمبر خواب عليه الصلاة والسلام اگه خوی صالح نبو بیتو انسانی کی باج نبو بیتو مسلمان نبو به هیچ بکل کی نه سر نوح بابدان من شست و خاندان نبوتش گم شد اما اگه صالح بی انسانی کی باج بی عملی صالح بو بی دعاو اثری چی هزینه کی بدلیل چی وکو حضرت عمر رضای خواه لبی گرکی بو ام کلسوم بخوازه فرمی بیشتوم لپیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی تی هچی نسب لقیامتا قطع بی الا نسبی من نبی منظوري نوع فخر إنكي هز كسم ارتباطي ببيغمبرو عليه الصلاة والسلام ويمن حزاكم أو يشمها بيت كي أو دواي إيمان داربون دواي وكا خود عمالك به خامسا والحج كذلك أكبر مذكر يذكر المسلمين حال آبائهم وأسلافهم من الأنبياء والمرسلين حج همشنين قورترين بير خرى بير أخاتو مسلمانان حال وأحوالي باپيركان وأسلافكان يعني لأنبياء ومرسلين فكل موقف من مواقف الحج مرتبط بحدث يثير في مشاعر الحجاج كثيرا حر شوين لشوين كان حج مرتبط بشي بحدثكو يعني شي بحدثكو بواقع روداوكو كإحساساتي حاجي كان هلا سينيت واقعتي واسا مثلا لمزغوتي خيفة يا خي خيفة والله أعلم كبيغمبر عليه الصلاة والسلام لبين يجي خونت فرمي آل لمزغوتا قبر حفتا بيغمبري هاتيا قبر حفتا بيغمبر مثلا يا مثلا شوينانك أروي أما جنج أما أحد بو أما بقيع بو أما قبر حزتي حمزة رضي خواهي لبي أما غاري حراز أما غاري ثورة يا مثلا بيغمبر كان وكو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وقت خوي بو حجري أما يفرمو فرمي ها وكو أوسأي بينم يونس بن متى بسواري وشتريكو تيتو تهليلكات تيفان أو صحابانة شون مشاعريان جولياقة كبال الرسول أكرم فرمي عليه الصلاة والسلام ها يونس بن متى يجبر لي ولا إراق ولا موصلة ديك رياهات اللي مينوا وفرمي ما من نبي إلا حجة حيش في غمرين إلا حجة يا حديثك فرمي حزتي عيسى عليه الصلاة والسلام حجك وقت تيتو سر زمين تهليلك يا موسى أبينم وكو قيافي فلانا كسك تهاتو ببيت الله الحرام مثلا ده أهم مسائلنا مشاعر وذكريات يا صحابة كان بلا أهل را صحابة كان مثلا لسروا موضوع مشتكين إن ينكرن آقاهي كيشي غركتك أو خلقابي أولا فقط آقاهي متاسفانا بعضهم إيسا أمرويش حكومته كان غالبا شيء خلقان أكان مسؤولي وكارا نايجين خراو ولا أشي حتما سرب حكومته كان بيتا بكان مسؤولي كاروانا كان مثلا أشي خلقه كي تكي يكي آقاهي كما موسى يكشار زي تكي أو خلقه بي على بروك آقاهي دينية
أهلي دل يجميت أهلي دل بي تا أو خلق راش لكن زور اللي خلقي لا يم بشارة أروع عوام وقت تيتو يجي تيتو لحجك يجي داي بحثي حجمه موكا كورا يجي ما شاء الله ستوني قورا قورا اندروس كردو مرمر برقي أداو برق كفي مسجد الحرام أصلا وكو آوي نبو درقاي عزيم عزيمي بو أصلا بحثي مشتانا أكا فقيرة بوشي چون هر أوان دا زاني أوان دا ينبيوتو بس مشاعر حجاج يعني ألوي كابري حاجي بوي بوتري انسانانی که مرشد و آگاهی انتکای بکو چون پیغمبر اکرم علیه السلام خوی بو خوی تکی او صحابانه فرمی خود و عنی مناسک کم و ای قصه بو اکردن چتی پیا فرمون نتیجه نوا اوانی مشاعر و اینکانن بس اگر خوی آگاه دار نبو نیازی از کسانی آگاه داری تکای فعند البیت یتجلا فی خاطر المؤمن ابراهیم و اسماعیل یتجلا فی خاطر المؤمن ابراهیم و اسماعیل و هما یبنیان البیت العتیق لکاته کوا مسجد الحرام بيني أو صحن بيتو برشاوي كي حضرتي إبراهيم وحضرتي إسماعيل عليهم الصلاة والسلام خريكن مالكي خواهي قورا بنا أكنو لكيوشا بياباني كيشا وأذن في الناس بالحج إبراهيم تو بانغا كبدا وكار النبي لبياباني كي برهوتا وتتجلى صور المصطفى مصطفى وهو يقبل الحجرة حجرة شكل سورة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تيتو برشاوي كخريكة ما تشي حجر الأسودك ويطعن الأصنام لتهوي على رؤوسها مستخزية مهينة هم جنين تيتو برشاوي كخريكة بوتكان أشكينتو بوتكان أخات أخوار أو بوتلعينانو ملعون أو كساناني برستشيانا كردن نسأل الله العافية وحسن الختام وانيك لسر أشر كمردون منظور معنا نقا وانيك أخوة توفيقي دانو إيمانيان هاورد أو بوتاني أشكاندو أي خصنا خواري لسر سريان كون زمين أو بوتهيشو بوچانا مستخزية مهينة بزليلي وسر شوري إهانة شواندا وعند الصفا والمروة يتذكر المسلم هاجرة عليه السلام وهي تسعى بينهما تطلب الماء لولدها إسماعيل. إذا كبر ممكن بيجي تباشا شرفتي كيس هاجر لوي رأيك يعني كباب شرفتي كيس زي ما بين ليرا بيني صفا ومروة بحسي هاجر كين إنا لله وإنا إليه راجعون. شلون شرفتي كيس ربتي دقيق مربوطة بتوحيد وتاريخي توحيد وقت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تباو شوينه بو بناي توحيد بناي يكتا برستي وقت بأمري خواي تعالى أم جنيو أم منالي جيتي لي خانو هذي توحيدة جيتي لي حالي بي بحث توحيدة وأو جنيج موحدة بو فرمي أي إبراهيم عليه السلام جي مانتي لي فرمي خواي قور أمري كرة فرمي دي مادام خواي قور أمري كرة خواي زايع ما ناك بوي أو جني تسليمي أمري خواي قور بو سبحانه وتعالى لبرو لو كاتا چيه كاتا كابيني منالكي مشكاوي كي بي بوه مشکه که توابه منالش تینیتی لبیا بانه. الله خواهی گرفت فرمیتی چی؟ یقین از خواه زایع نکه. دو نشونه که قراری گرتوه. املا ولای دو دانه تپولکی برسد. صفا و مروه. تی تسلام تپولکه فشکنت ماجنا که بزنی کس دیار نیه؟ چی کس نیه؟ تی تو بود سر دل اسماعیل. اجوا برم سری ام دانه کن. آرواده سری او دانه کن. هم ترتی تو بله اسماعیل ما نما و مشکلی کی بو پیش ناتو حف کرد آن بینه تیاکا تا دفعه حفتم که حضرت جبرئیل علیه السلام خوای بر این ریتو با بالی خوی دهکا کانی زمزمی بو اتقی پس اما واقعا اشیا و صفا مرو بکی خوب بحثی وانیه که بو آوا که گریا که برای سپر بیش تیم خوی مبو آوا نگرین بابا بحثی و سام جن لسر توحید لسر خواه پرستی اهم محنتی چیست؟ بوی خواهی گور جل جلال و آب باقی قرار داده. بوی بو همه امت دینیاگ آوی نبکن. پسش تو آوکات اول لبی رابی فداکاری امجنه و تسلیم امری رب العالمین بونی. خب و هی تسعى بينهما تطلب الماء لولدها اسماعیل و في منا عند الجمرات يستشعر مواقف إبراهيم وهو يعارض الشيطان ويخالف أوامره ويرجمه بالحصباء ويقبل على ويقبل على امتثال أمر ربه ولكات رجم الشيطان رجم جمارة رمي جمارة شي تتوبير مواقف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كشيطان هات بردمي كورة كورتة شي أكي سري نبري حالت إبراهيم بردي لدا برو لعين
أو أوتت يتوبيد كسيدنا إبراهيم سخانه هذه توحيدة أو أوسا كخواي قورا بوشي إبراهيم قرت خليل لبر تسليموني أمري إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين خواي قورا يميتشن كوتوي حزتي إبراهيم وحزتي محمد المصطفى قرار بدا ولا تحت آلاء محمد المصطفى حشر من كاتر لقيامته لقلب غنبران وصديقين وصالحين وشهداء لبهشتي برينا بين إن شاء الله بس لو شنك هو معارضي شيطانك ومخالفي أوامري شيطانك ويرجمه بالحسباء برزبر لي أداء رجميك ويقبل على امتثال أمر ربه وخريك برو فأنجام داني أمري بروردقاري أروى وينفذ ما أوحاه إليه في رؤياه من ذبح ابنه وإجراءك أو لحظيك خواهي وروحي بكر دولا ذبح كركيدا سبحان الله العظيم ثقيلة وراسلي ثقيلة خوايك أما كيز إبراهيم يكي لعقل ترين قورة ترين برس ترين ودواي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دومين إنسان لبرزي وقوريدا أم إنسان برزع بوقش عزموة بوقش جزموة بوقش حيبتوة بوقش أقلوة خواهي قرام لي بيكر دو كورتة زبحك أتو خوازاني شوخيش نيو أزاني جدية كاردي تشكردو تو بو شوازك نقل كرياغا بو ما نفرمي كاردك أخاتا ملي كارد نايوري زوري أداتا مل وتله للجبين حتى خسيوتي بروي شاخسي بو نوشاوي نبيني شاقو أخاتم اللي زهر دا سيدنا إبراهيم نايبره أمنا تورا بي كاردك دا كان لسنجة سنجك شقك يعني أولا ديج عزمي جزمة لسر كارك وينفذ ما أوحاه إليه من رؤياه من ذبح ابنه وفي عرفات تثور في ضمير المؤمن بواعث التطلع إلى رحمة الله والأمل في مغفرته ولا عرفات شاء تسور في ضمير المؤمن قليت لا دروني مسلمانا تسور يعني وكو هلاسيتو قليتيتو قرقريتو تيبيجن برنجي اختمي شود فارتكي لضمير مؤمنا بواعس انجيزهاي خو خصنا بالرحمة اخواي رب العالمين والأمل في مغفرته أميد بوك اخواي قربي وخشي يا ربي خواه نسيب منك يا الله آمين خواه تو زور 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 الفضل زور قوري خواه خواه تو خاطري قوري عزمتي خد نسيب منك يا ربي خواه يا ربي آمين آمين خواه بخاطبر أو رحمته لوي ربك فرميتي جل جلال رب العالمين فرميتي بيلم سحرا بيسه تين ويسين سمعنا واطعنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أري أمرؤك كابراء أيوت بالروح والدم نفديك يا صدام يا أمثالي أو شعرانا إذن بالروح وبقيان فداد بين صدام سأبو مخلوقي كي يشوفوش بكو خويان عيسى ورب العالمين كم بفرمي برون بو حج أشي إنساني ما ندار شون بي وحديثي شكا فرمي لسحراء عرفاتا قناعاني أواني لوي حاضر بيشترين زمانك وبيشترين وقتك أخوائي قورة سبحانه وتعالى مردم عفوك يكي كان أو رجع عرفات لعصر عرفات وزمانك أخوائي قورة جل جلاله رحمتي زور زور فراوانا بيتو وانا وان لسحر عرفات وزور خلقي كترازاتك بوي ابن القيم جوزي رضا ورحمتي أخوائي لبي قصيديكي هس لبحثي حجة نويسيتي فرجع لبحثي أكاتو ريابو حجوين كي أو شويني تيكيك يزيس دقيقني لبيرما بحثي عرفاك إبليسي لعين آلو وسياوة خواي قورا أتى بنيانه من القواعد لسقف وساختماني بنا كرديب إبليسي كصالك وزحمتك شي يادنك صالي عمرك عمرك زحمتك شو أبن إخوة أخات معصيته أي خات قناحه أي خات عرزي عقاب إلهي آل رب العالمين لعاني لحظيك حرشي بناي كردو إبليس قشتي أرميني تخوار وأو رجاء حالتك كي مترود ترين مخلوق له حالته وسر شور ترين حالتي يزور رجون حسودة
حسود حزنا كان بني بشر الرزقار بي الله خواهي قول اللي او نشانيه دا ابن الجوزية يا كوي كسي انا الكتيبه كا نقل كاري ابن الجوزية بما بي لبستان الواعزين اقشت بانك على يكيق لمنطقي انازول تركيا كابريكي بيني لجنجلي كابهوشتري كخري كديت او منطقي شوشتري تيانية كاتيش كاتي حجبي كيري داري كابره بوكوية رويتو كيت اي كلا ما برسا من ابليسم دیل را چیه که تو وکو حکایت اگزگری اینجا که واقعیتی چیاس؟ یعنی لحقیقتاش تو هی؟ دیل را چیه که ممکنه لعرفات هاتیم وقتی لعرفات هاتیم حتیم کردوه لطول حیات ما تکی او خلق گشتی بر آبو بوی لی آم جه لابو لی او خلق کارم که اجن خواصیان او خوا مشرکن بوی آوانا رم بشکم لی بکم روحیم تیپ کویتو ولا يغيب عن بصيرته ذلك الموقف الرائع الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته يعظ المسلمين ويخطبهم ويقرر لهم مبادئ الحياة الرائعة والمساواة العادلة والأخوة الصادقة ألو كاتت أم عالم تاني خوش أغنسان عالم ببشرتي عالمي أهلي تقوى أهلي صفاي ضلبي وقت بروعت ابي من لبيرم تيكي لا اشنايان مانك ترشيفي بردوب وحشات وانساني كيهلي صفاي دلا وما نو تعريف كبومان والله حتشي تعريف اكر بقريان وبرانيس تعريف اكر مثلا يوت قبري حزتي حمزة دسي في اكر قرياني برابو اكوتو بيلي تواوي اوشتانيك لباري حزتي حمزة وتراو وافرميتي او موقفيك او موقف با ارزشك پیغمبر علیه السلام لحجة الوداع و سیاو لسواری وشترکیا که موعظه مسلمانان که خطبه ان بو اداو مبادئ حیاتی با ارزش ان بو دانه قانون کان حیاتی بارز و مساوات و برابری عادلانه و برایتی صادقانه و یحذرهم من العودة الى مساوئ الجاهلیت حذریان ادا لوی کبگرن و دوباره بو پیشکان و نارکیکان و خراویکان دوری جاهلیت افرمه ایوها الناس دادو ای خطبکی والله علم نکتبکا کامل هیه أيها الناس إن ربكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ألا لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أي خلقك كمنزوري مسلمان كان لي بروردقارتان واحدة حموتان لآدم آدم إلا خاك بس فخر فروشينا بي فس فضل إغنية البو عربي لسرعة جميلة روايتي ترى لأحمر على أسود إلى آخر سور لسر سبيراج لسر حيث فخر إغنية مقا بتقوى نبيت آقادار بن دواي من مقرن ومبنو كافرانك قردني يكتر ليبن كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كاما كفري أو كفر سكا أفرمي قتال المسلمي كفر وسبابه فسوق متاسفانا مسلمانا بعد سيسي شيطان كوتونة سري أن برنامه كيف ترى كوجن يكترين كان متأسفانه بشي دور كوتون من ل تعاليم في غمرة عليه الصلاة والسلام. سادسا أضف إلى كل ذلك ما يناله فقراء تلك البلاد في ذلك الموسم المبارك من الرزق الذي يغني فقيرهم السنة كلها إذا فكبوا لا أما أو يوافق رأي أو منتقانه لو موسم دا موسم مبارك دا رزقي كان في عطاء كريك فقير كان تاصالك تر اين بيت او هم قوشت لو اين بيت او هم حيوان لو يزبح كريك تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أي فروردقاركم وأي فروردقاركمان من بتأكيد بشي لذرية خوم لمنطقيك غير ذي زرعة منطقيك الجيقاي زراعتني الآن عربستان أو منطقة أصلا زراعتي تياني زمينك بكالكي أوناي للاي مالي حرامي تو مال بيت حرام كراوكيتو كاحترامي كتابتي اس الوي ساكن كرد فرورد غارا بو كنويش بر باب كان سبحان الله چنه مهمه لي يقيم الصلاه يعني بندايتي تو كنه خوي گوره چنه مهمه بندايتي كدني خوي گوره كه حاضر قبره
اولا تجيبلي من منالي بير دابني لوي جيم بيلي تاب بندايتي خوا اللي را عمرانو ابداني تبكيتو بندايتي خوا لدوري بيتك خوا يقرد ان بيت خوا يجان فجعل افئده من الناس تهوي اليهم او هاك قلبي كمل هاي لخلقي ميل كبر لا امانو ببولايان وارزقهم من الثمرات لثمرتكان رزق ان بيبدا بلكو باشتر شكري توبكن يا رب العالمين واقعتي شواس علان او بلاده اهم خيرات وبركاتي كوتك منطقي حجاز بلاد حرمين. سابعا والحج تربية للجسم على الخشونة وتحمل المشاق والصبر على المكاره. حج تربيتك بو جسم لسر خشونة يعني انسان للرفاهية بتدره تو لباسي جوان ونازانم عتردان لخوت ونازانم اوشتانا لچند اياميكا لسر وينك بتعبت قديم كمردم ريتي كدو لاخر لسر اخشونة تحملي مشاق كان يكي كان مثلا توافع وحفكرت حد يا قلبي اقفر زك فقد بجيبيري حفكرت ركنك اشياء وكاربك حفكر دوري كعبي شريف بيته حفكرت بين صفا مروه تيبكي لا عرفات ابيسي رجمي شيطان كي جمارك همي امانه شيء تحملي مشاقه والصبر لسر مكاريج كابرا لباسي ولا برا دودانه هولي بس كبخويه تو نعم شقته كابرا بتحيس لباسي او مثلا نيكر ده بربويس اخته وناخوش ولي لوي قشتي وكبيك. وتربية للخلق على التواضع والتسامح وحسن المعاشرة وطيب الملاطفة. تربية خلقية لسرشي تواضعيا ببويك تلوي حيش كسيش نامني حيش. والتسامح قزشتي عن بلبران بريكا حسن معاشرتي عن بلبران بريكا تكيكا همنشيني باشبكن وطيب الملاطفة لقال يكا بجواني وبباشي ملاطفة خشوبش ارتباطي انهبت. وتربية للنفس على البذل والتضحية والصدقة والإحسان. تربية النفس لسرشي بخشش فداكاري قرباني داين صدقة داين وشاكر كردن تو أمي حجة خرجي كي زوري يبي كابرا ليرا الروا ها يستطرق مثلا لولاتي ما كابرا قريكي بيسي نسي 40 مليون قريكا أما فقط إنك يتهاب روات وبيت وخرج كيزوري دي أما أجي إيمان نوي ها إيمان نوي كيا منك فز إنسان فيرك هيك بذل بك بخشش بك تصحية فداكاري بك صدق بدأ شاك بك. وتربية للضمير على الطهارة والرقابة الرقابة لله سبحانه وامشين أجا تربية يعني أجي دوري يكسالس بو دوبار نك دوري يكسال دوري كابرا لعمري كده حفيك يجبر كفايتك كم إنسانة زميري باك بيتو وبس حديثا فرمي قناعي قبلي باك كاتو حج وكو رجل سكي دايك تابي تدر بشرتي حقي خلقي تيانا ببشرتي خواه حجكي قبول كدبي. والرقابة لله تعالى مراقبتي خواهي قولي لسر خود إحساسكي. قال تعالى جاء اگر كسي كيجنا شو بقت عن ناتواني فرا توضيحي لسر بمسائل عن أبيه كابرا شو بيت تخوي لبي دركي كدبي. قال تعالى في سورة البقرة الحج أشهر معلومات فمن فرض يكل رقابة كان مسك أبراش يدور بلا بعض مسائل كدواء قبل أن بوي حلال ولاوي حرام أخو كسي جنية إسابي إبكا أخو عترن دام لخو كيو تيسي تو بديني دي كي مراقبتي كي تو أقري جوز خواهي قوري جلال جلال حالي بي أما همي مراقبة دي جاتك تو مود بقري يعني أخونت بقري كي بتزاني جوز خواهي قوري مراقبة دي جاتك حالي بي يعني واقعا حاج يك مدرسي كي كاملة أجر خوا توفيقي إنسان با أوانيك وأرون خلقي تشاكي أنتكا بي واقعا إنيانكا يا خويا بتوان استفادي باجبن برن. فالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج مانغايكي ما هايكي مشخصة بإجماع علماء شوال ذو القعدة ذو الحجة قاد همي وأما آية رجي دهم بعد وتأخر شامل اختلافي لسا. فمن فرض فيهن الحج هركس لو كان مانغا إحرامي حجي بستو حجي لسرخوي فرز كرت فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج رفز يعني نزيكي لقل جنو خيزان فسقو فجورو شر مرافق أن الحج أنا يبيت وما تفعل من خير أو ولكاري شاكرز كأيكن يعلمه الله أوتمان خواي يقول عملك بس علمي خوي يعني بحداش يا داتو بحداش
وكيف سمع الله لمن حمده خوابيستي كسيك حمدك يعني حتما فاداش يشتان ذاته. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى زاد توشه هل بقرن براسي باشترين زاد توشيش تقوى واتقوني يا أولي الألباب أي صاحباني زيركي لمن خوتان بباريزن لمن خوتان بنابا بتقوى يعني خواي قورا كثاني كواب نسبة خواي قورا بمبالات نوغي نادن وخوا أرحم الراحمين ونوجناك وتعادناك وعبادناك وفسقوا فجورك أو أولي الألباب نية نا أولي الألباب خويا باريزي لعقاب خواي قورا بتعات وعبادة خواي قورا إما جزي أولي الألباب والصالحان ومصلحان قرار بها يا ربي آمين. أتارك في بي إن شاء الله آمين بعد يا دين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.